soluble in organic solvents. The boiling point increases with increasing molecular weight, يعني تزداد درجة الغليان بزيادة الوزن الجزيئي. إضافة لذلك كل ما قل التفرع، قل التفرع، انتبهوا عليه، راح يزداد البويلينج بوينت. وكلما يزداد التفرع تقل البويلينج بوينت. انتبهوا عليه، هذه تجيكم بصيغة MCQ أو بصيغة فراغات، فانتبهوا ماما. نجي على naming of haloalkan. Name is based on longest carbon chain. Contains double or triple bond if present. يعني شنو هنا؟ هنا التسمية تعتمد على أطول سلسلة كربون، سواء كانت تحتوي على أواصر مزدوجة أو مفردة، العفو أو ثلاثية. إذن سواء كانت تحتوي على أواصر مزدوجة أو ثلاثية راح نعتمد على أطول سلسلة. Number the carbons of the parent chain beginning at the end nearer the first substituent. Whether alkyl or halo. نجي هنا شوفوا لي ذني المركبين الاثنين. شوف هذا المركب الأول. تبهوا علي ماما. عندنا هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. إني هو منه؟ هيبتان. طبعا سبع ذرات هو هيبتان. هنا شنو أقصد بالتفرع؟ انتبهوا علي. شوفوا أول تفرع اللي هو وين؟ الذرة كربون 2. وشوفوا التفرع الثاني اللي هو أقرب على نهاية السلسلة. إذا أريد أحسب 1, 2, 3، فياهو الأقرب تفرع عندي؟ الثلاثة لو الاثنين؟ طبعاً الاثنين. إذا راح رقم منه 1, 2, 3, 4, 5. إذا البروم أخذ رقم 5. ليش؟ لأنه اختاريت أني الرقم الأقرب للتفرع. فش راح يصير؟ راح يصير عندي 5 برومو موقع 5، أنا عندي برومو، فأقول 5 برومو بموقع 2 وموقع 4 عندي مجاميع مثل، فأقول 2 4 داي مثل هيبتان. في حين شوفوا لي هذا المركب الثاني، هنا الأقرب على التفرع منه البروم، هنا مجموعة المثل صارت أبعد. البروم هنا إذا أريد أرقم راح يأخذ الموقع 2. ليش أخذت البروم هنا؟ لأنه هذا أقرب على التفرع، ما لي علاقة سواء بروم أو مثل أو أي مركب أو العفو أو أي مجموعة، أنا أختار الأقرب على التفرع. إذا رقمت منه 1, 2, 3 إلى 7، فمن أجي أسمي المركب، إذا هنا موقع 2 إيش عندي أنا؟ برومو، إذا 2 برومو، رقم 4, 5 صارت داي مثل هيبتان. هسه واضح عندكم إنه أنا أعتمد على أقرب مجموعة للتفرع. نجي. If more than one of the same kind of halogen is present, use the prefix اللي هو منو؟ داي، تراي، تترا. يعني هنا ايش يقصد؟ يقصد إذا أنا كان عندي أكثر من مجموعة هالوجين، يعني هنا مثلا عندي بروم، وهنا مو كان المثل أيضا عندي بروم، فش أسميهم؟ مثلا أقول 2, 5 داي برومو. إذا عندي 2 ونفس النوع، يعني 2 أتوم بروم أو 2 أتوم كلور أو 3 كلور أو 3 بروم أو يود، فأقول أنطيهم المقطع اللي يسبقهم اللي هو داي. شلون هسه هنا إحنا داي مثل هنا أيضا قبل الهالوجين نسبقها بداي أو تراي أو تترا، يعني أما ثنائي أو ثلاثي أو رباعي. زين. If there are several different halogens, number them and list them in alphabetical order. إذا كان عندنا طبعا الهالوجين مختلف راح نرقمهن ونعتمد على تسميتها بالحروف الأبجدية. زين. هذا هنا مثال طبعا للهالوجين اللي هو يكون متكرر متشابه. هنا نشوف الكلور بذرة رقم 2، وهنا عندنا برقم 3، أقول 2, 3 داي كلورو، 4 مثل هيكسان، يعني عندي 6 ذرات كربون. أجي هنا أنتبه أشوف هنا 2 آتوم. إذا أريد أبدي من هذه الذرة، انتبه علي يا ماما، إذا أريد أبدي من هذه الذرة 1, 2، وإذا أريد أبدي من هذا الجزء أيضا أقول 1, 2. زين هنا أنا قلت هو الأقرب على التفرع، هنا هم 2 آتوم بنفس الموقع ما التفرع، يعني هنا إذا أريد أبدي ب2 وهنا ب2، هنا راح أعتمد على الألفابيتيكال. يعني شنو على الألفابيتيكال؟ هنا عندي بروم وهنا عندي مثل، إذا أني حسب الألفابيتيكال منو الأسبق؟ اللي هو البروم حرف البي.
إذا راح أبدي أرقم منه، أقول 1 2 3 4 5 6. إذا نمبر 2 هو اللي راح يكون 2 برومو 5 مثل هيكسان. زين نرجع naming if two halides or alkyl are equally distant from ends of the chain. هنا طبعا ده يحكي انه اذا كانت نفس الذره متساويه بالنهايات شلون احنا راح نسمي حسب الالفابيتيكال. هذا الشرح هو مختصر اللي انا ذكرته. نيجي على انواع هاليدات الالكيل. هاليدات الالكيل تقسم الى ثلاث انواع اللي هي برايمري سكندري وتيرشري. اذا عندي ثلاث انواع اللي هو الاولي والثانوي والثالثي. A chain of carbon atom can be represented by R when drawing the structure. يعني احنا شلون نميزها؟ شلون احنا تتذكرون من بالامتحان جبت لكم عينوا لي انه هذا الكربون اولي او ثانوي او ثالثي. طبعا هوايه خطأ من عندكم واكو يعني ما شاء الله الاجوبه اجتني فتشي ما متوقعته بصراحه، يعني انه ما تعرفون تميزون. على العموم ان شاء الله هذا الشيء ما اشوفه بالامتحان الفاينال، انتبهوا عليه زين ماما. شوفوا راح اشرحها واريدكم تنتبهون. عندي هذه مجموعه الهالوجين، هذا الاكس كلش لا يصيها اي ماما سجاد. يلا بس راح نساعدكم، بس اتمنى بالفاينال لا راح اساعدكم انا ان شاء الله، انا ودكتور هبه اتفقنا نساعدكم، بس رجاء ماما انتبهوا على الفاينال. نرجع لمحاضرتنا، انتبهوا علي هنا. شوفوا بقى شو وقت نقول على انه هذا هاليد الكيل اولي؟ شو وقت نقول هذا هاليد الكيل اولي؟ اذا الهالوجين مرتبط بذرة كربون، هذه ذرة الكربون متصلة بآر جروب وحدة فقط، يعني هنا مثلا CH2 او CH3، هنا ايش راح نسمي المركب؟ راح نقول عليه انه هذا الكيل هاليد اولي. شوفوا القانون مالته او الستركتشر المفروض مالته او الفورمولا اللي هو R CH2X. اذا الاكس اذا ارتبط ب CH2 يعني تحتوي على ذرتين هيدروجين وR جروب وحده، اذا راح نسميها هاليد او الكيل اولي. اذا الاكس الهالوجين ارتبط بمجموعتين ب2R جروب وهيدروجين وحده، اذا ايش راح اقول عليه؟ راح اقول عليه سكندري. إذا ارتبط بثلاث مجاميع R، يعني كل مجاميع الهيدروجين استبدلت بR، هذا راح أقول عليه تيرشري، يعني ثالثي. تمام؟ إذا لا تخربطوا لي إياه بالامتحان، مش وقت يكون أولي أو ثانوي أو ثالثي بالاعتماد على هذا الفورمولا اللي هي موجودة هنا. زين. هنا شوية انتبهوا وياي زين. شوية انتبهوا زين. هذا يجي من عنده سؤال مليون بالمية بالفاينل، فانتبهوا زين. يلا راح أعطيكم سؤال، انتبهوا علي. The reaction nucleophilic substitution and elimination. The reaction التفرع هم نحسب كذرة أولية أو ثانوية. التفرع مو أنا قلت لكم ماما، إذا أرجع على هذا السلايد شوفوا بنتي هذا كأنما متفرع، بس أنا ما لي علاقة بالمتفرع، أنا أعتمد على هذه الذرة مال الهاليد. شوفي لي إياها هذه الإكس، شوفي الكربون المتصل بيها، إيش متصل بيها؟ R1 R2 R2 R3 ثلاث مجاميع، فأني أشوف هذه الإكس الكربون المرتبط بيها إيش كم تفرع بيها، يعني عفوا إيش كم اتصال بيها بالكربون؟ أشوف واحد اثنين ثلاثة، أكو هيدروجين؟ لا، إذا أقول عليها تيرشري. هنا عندها بس هيدروجين باقية وحدة والبقية اتصالها بالكربون، إذا أقول عليها سكندري. هنا بس وحدة راح أقول عليها برايمري. زين نرجع للسؤال. سؤالي كان كم ذرة؟ هسه نرجع لسؤالي بعدين، مو مشكلة، هسه خلينا نلحق على المادة مالتنا معه ونرجع لكم على السؤال، مو مشكلة. نجي هنا، انتبهوا علي. The reactions nucleophilic substitution and elimination. تبهوا عليها. الالكيل هالايدز، هاليدات الالكيل، ممكن انه تدخل two major types of reactions. تدخل
تفاعلين مهمة رئيسية، انتبهوا عليها. هايدات الألكيل، أعيد، تدخل تفاعلات مهمة رئيسية اللي هي اثنين. التفاعل الأول إن يكون substitution، substitution، والتفاعل الثاني substitution وelimination. يعني أول واحد إنه يكون substitution تعويض، والثاني substitution elimination. substitution elimination يعني أستبدل وأحذف. بس راح نشوف شنو ذني التفاعلين. The substitution reaction is called a nucleophilic substitution reaction. Substitution, العفو nucleophilic substitution. صوتي ناصي؟ دقيقة ماما. هسة صوتي أعلى ماما؟ على هن بنتي صوتي هسة صار أعلى؟ تمام. زين ارجع هسه اجي السبستيتيوشن رياكشن شنو نسميه نيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن. نيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن ليش؟ بيكوز ذا الكتروفيليك الكيل هلايد، هاليد الالكيل يعتبر الكتروفيليك، فورمز ا نيو بوند وذ ذا نيوكلوفايل ويتش سبستيتيوتس four places. يعني شنو هسه؟ هذا طبعا بالمعادله، هسه انتم ما راح تفهمون هذا الكلام لكن بالمعادلات حيتوضح عندكم. replaces the halogen at the alpha carbon because carbon can only form four bonds. the halogen must leave and is called the leaving group. اذا احنا بالsubstitution reaction يغادر الهالوجين اللي هو يسموه leaving group. الهالوجين الX يسموه leaving group. أي هالوجين؟ العفو، فلور، كلور، بروم، يود، يسموها leaving group. الألكل هلايد are excellent electrophilic electrophiles because halogen share a polar bond with carbon. الآصرة بين الهالوجين والكربون هي polar، آصرة قطبية، تبهوا عليها. And polarizable and form relatively stable leaving group as halide anion. بس راح توضح قدامكم لا تشيلونهم، بس أدري بكم لستوها. In the example below هسا راح نشوف هذا المثال. 2 bromo propane is converted into propane 2-ol in a substitution reaction. هسا آني مو قلت لكم عندي تفاعلات مهمة لل هاليدات الالكيل اللي هو substitution اللي يسمونه nucleophilic substitution reaction، وعندنا التفاعل الثاني اللي هو substitution elimination. هسه انتبهوا لي على هذه المعادلة، عندي هنا 2 برومو بروبان، تمام؟ هسه انتبهوا هذا المركب اللي هو 1 2 3، فبموقع 2 بذرة 2 ايش عندي؟ 2 برومو بروبان. هذه الاثنين برومو بروبان لما أفاعلها ويا قاعدة قوية بيس اللي هو منه NaOH، راح يعاني هذا التفاعل أو هذا التفاعل، العفو الإضافة الناتجة من القاعدة القوية، يا أما ينتج لي substitution اللي هو هذا الناتج أو elimination اللي هو هذا الناتج. substitution راح يصير replacement المن هنا الـ NaOH هي عبارة عن Na plus OH minus. الـ OH minus انتبهوا علي يعتبر شنو؟ نيكلوفايل. والبروم شو يعتبر؟ طبعا الالكل هلايد كله يعتبر الكتروفايل، والـ OH نيكلوفايل. نيكلوفايل يعني شنو؟ شحنته سالبة. ايش راح يسوي هذا النيكلوفايل الشحن تسالب الـ OH؟ راح يدور على الكتروفايل. يعني شنو الكتروفايل؟ يعني ذرة كربون حاملة شحنة موجبة positive charge. فهذا الـ OH اللي هو minus المن يهاجم، راح يهاجم ذرة الكربون هذه، فيصير replacement استبدال. قلنا الهالوجين هو عبارة عن شنو؟ leaving group، مجموعة مغادرة. فش راح يسوي البي ار؟ راح يغادر. البي ار شحنته سالبه نيجاتيف تشارج، ويا من حيرتبط؟ راح يرتبط ويا الان اي الصوديوم اللي هو شحنته موجبه.
فش راح يصير؟ راح يصير بصيغة ملح اللي هو NaBr صوديوم بروميد أو بروميد الصوديوم. ش راح يصير عندي ال OH minus؟ أعيد ال OH minus اللي هو نيكلوفايل راح يهاجم الإلكتروفايل اللي هو الألكل هلايد. الألكل هلايد يعتبر كل إلكتروفايل، لكن الهاليد هذا وحده يعتبر نيكلوفايل. فإذا هنا راح يصير ريبليسمنت، ال OH راح تاخذ مكان البروم، والبروم راح ياخذ مكان ال OH ويتحول إلى ملح. هذا إذا كان عندي تفاعل ريبليسمنت. راح أجي تفاعل الإليمينيشن. انتبهوا علي هنا، إذا هذا substitution reaction. هسه راح نجي على الإليمينيشن. شنو الإليمينيشن؟ انتبهوا علي. الألكل هلايد can also undergo elimination reactions in the presence of strong bases. إذا نفس القاعدة، قاعدة قوية. The elimination of a beta hydrogen. هذه ألفا. ذرة الكربون المتصلة بالهيدروجين نسميها ألفا، والمجاورة إلها شو نسميها؟ بيتا. إذا وين موقع الكربون؟ هسه هذه ذرة الكربون المرتبطة بالهيدروجين نسميها ألفا، والكربون المجاورة للألفا نسميها بيتا. يقول the elimination of the beta hydrogen. بيتا هيدروجين منو؟ اللي مرتبطة بذرة كربون بيتا اللي هي مجاورة للألفا، والألفا منو؟ اللي مرتبطة بالهالوجين. هيدروجين on a carbon إيش راح يصير بيها هنا؟ انتبهوا علي يا ماما. راح تصير إنه هنا ذرة هيدروجين ويا ال HBr تنسحب وتصير عندي double bond. إحنا مو قلنا راح يصير elimination؟ وشنو هو elimination اللي راح يصير؟ كربون العفو هيدروجين بيتا اللي مرتبط بالكربون بيتا المجاورة لمن؟ للهالوجين المرتبط بكربون ألفا. إذا أنا أجي على الكربون بيتا آخذ من عندها هيدروجين وآخذ البي آر المرتبط بالكربون ألفا، وراح تصير كأنما من ناشلت بي آر ومن ناشلت إتش، فحتى أعوضهم إيش راح يصير؟ راح يصير عندي دبل بوند. دبل بوند. إذا راح أحصل على الكين زائدا NaBr زائدا H2O. واضح ماما؟ واضح دكتور؟ يعني نفس التفاعل بس ينتج الكين وكحول. تمام، هو نفس التفاعل. يعني إحنا راح ناخذ قاعدة، بالقاعدة يا أما يكون عندي replacement العفو substitution أو يكون عندي elimination. بالسبستيتيوشن راح يصير ريبليسمنت، ال OH راح يستبدل مكان ال BR وحصل على كحول. بالإليمينيشن راح شي يصير؟ راح يصير انه احذف هيدروجين من موقع بيتا واحذف ال BR واحصل على الكين بالاضافه الى الملح والماء. ها شو راح يكون هذا السؤال؟ السؤال لربما اجيب لكم التفاعل ويا ال NA OH، أجيب لكم يعني هاليد الكيل زائدا الـ NaOH وأقول لكم انطيني two major reaction of alkyl halide، فأنتم المفروض تعرفون. أو أنه أني أجيب لكم النواتج، أنطيكم المعادلة وأقول لكم هذا الناتج وسمي لي نوع التفاعل. يعني شنو؟ elimination، substitution، أنتم راح تسموا لي إياه. واضح؟ هذا سؤال جاي مليون بالمية. بالضبط حسب القاعدة نمشي على الحذف، بس أنا ما أريد أخربطكم لأن هو أنتوا هسه قوة لامين المعلومات. تمام ماما؟ زين نيجي هسه على البولار بوند أن نيكلوفايل. انتبهوا عليه. The carbon halogen bond in halogen alkan is polar. هنا ليش يعتبر قطبي؟ ليش تعتبر الآصرة قطبية؟ Because all halogens are more electronegative than carbon. إذا إحنا عندنا هذه الهالوجينز هي فلور، كلور، بروم، يود. أعيد السلايد اللي قبله. هذا ماما شبيه؟ شنو هذا السلايد شبيه ماما؟
من السؤال على هذا السلايد؟ أعيد بنتي، عندي نوعين. أول صيغة السؤال دكتورة، أول صيغة السؤال إذا ممكن تعيديها. باعوا ماما، انتبهوا علي. عندي آني هاليدات الألكل تدخل تفاعليا مهمة، تفاعليا مهمة. طبعا هو نفس المركب، يعني هو ده يتفاعل ويا قاعدة قوية. هاليد الألكيل، هذا هاليد الألكيل يتفاعل ويا قاعدة قوية، بس ينطيني ناتجين، يا إما ينطيني كحول أو ينطيني ألكين. الكحول بتفاعل نسميه شنو؟ سبستيتيوشن، استبدال. وهنا تفاعله شو نسميه؟ إليمينيشن. إذا من ينطيني كحول نسميه سبستيتيوشن، ومن ينطيني ألكين نسميه إليمينيشن. تمام؟ هسه واضح؟ هاليدات الألكيل تدخل تفاعليا مهمة اللي هي سبستيتيوشن، والتفاعل الثاني إليمينيشن، استبدال وحذف. بالحذف نحصل على الكين، وبالاستبدال نحصل على كحول. فيما يخص الالكتروفيليك، العفو النيوكلوفايل، فيما يخص النيوكلوفايل، شوفوا هذا السلايد، نيوكلوفيليك سبستيتيوشن اند اليمينيشن. ناتج كحول، اذا محلول كحول ناتج الكين. تمام ابني. طلاب ما اريدكم تتوسعون اكثر من هذا اللي دطيكم اياه، لان اذا تتوسع لكم بالماده ترى كلها راح تطالبون بيها. اقروا على قد اللي دطيكم اياه. ترى واذا تسميه يعني ايش نكتب؟ حسب نوع المركب بنتي، حسب. هسه علمتكم اني التسميه، التسميه علمتكم اياها، ترجعون هسه اليوم تقرون السلايدات، واذا عندكم سؤال يخبرني طه حتى اعيد لكم اياه، ما عندي مشكله. تمام؟ هسه خلينا نكمل الشرح. لا ما يجي، راح اكتفي بهذا، انا انطيتكم بس هذا لانه انا دا اخفف عنكم، وقتكم ضيق وحصركم بالامتحانات، فعلى قد اللي دا اشرحه فقط، ما ضفت لكم غير شيء. انتبهوا وياي يا ماما. انطينا معادلات واحنا نسميهم، لا اكتفوا باللي دا عرضه فقط. الاسئله تجي من ضمن النطاق، ما اطلع لكم غير شيء، ما احاول اسوي لكم غير شيء، ونفس نمط الاسئله اللي جبته. تمام؟ نفس نمط الاسئله اللي جبته. زين خلينا نكمل ماما، خلينا نكمل. بولر بونز ان نيوكليوفايل، خلينا نكمل، واذا عندكم سؤال قولوا لي. قلنا احنا هنا الكربون هالوجين، الاصره بين الكربون والهالوجين، الكربون والهالوجين، اي هالوجين، فلور، كلور، بروم او يود، يعتبر قطبي. ليش؟ لأنه كل الهالوجينات هي تعتبر more electronegative than carbon، هي أكثر electronegative من الكربون. البولار بوند تعني that the carbon atom has a small positive charge which attracts substance with a lone pair of electrons. شوفوا هنا ماما انتبهوا، هذا مو كربون مرتبط بالنيتروجين، السي ان معناتها سيانايد. السي ان من تشوفون سي ان وهنا عندي مزدوج الكتروني مو كربون هذا. انتبهوا ماما، خاف يجيكم بالامتحان وعبالكم هذا كاربين اللي هو عنده مزدوج الكتروني، لا هذا سيانايد، فانكشنال جروب وحدها خاصه مجموعه السيانايد. هنا عندي الهيدروكسيد باضافه الى الامونيا. هنا ايش يقصد؟ البولار بوند، الآصرة القطبية، يقصد بها يقول لك ذرة الكربون تحمل شحنة جزئية موجبة صغيرة اللي هي المن ترتبط عادة، ترتبط ويا substance with a lone pair of electron اللي هي مثلا هنا الـ OH. شلون قبل شوية من قلت لكم إذا تتذكرون قلت لكم بالـ substitution reaction انه اني عندي مو عندي ان او اتش، الاو اتش قلت لكم تعتبر نيوكلوفايل. ليش نيوكلوفايل؟ لان تحتوي ذره الاكسجين على مزدوج الكتروني. المن يهاجم اذا تتذكرون قلت لكم يهاجم ذره الكربون اللي تعتبر الكتروفايل. الالكتروفايل يعني تحمل شحنه جزئيه موجبه، والنيوكلوفايل يحمل شحنه جزئيه سالبه. هسه هذه كلها نيوكلوفايل، تبعوا علي الان اتش 3 CN minus OH minus، هذه كلها نيوكلوفايل. شلون عرفتها نيوكلوفايل؟ لان عندها لون بير، شوفوا هنا لون بير، هذا مو كربون اكرر، هذا سيانايد.
نعد هلو بير. إذن هنا النيكلوفايلز شنو يقصد بي؟ مو يقصد بي positive charge، لا دي يقولكم meaning nucleus loving. nucleus loving يعني هو شنو؟ محب المن، محب للنواة اللي هي تحمل شحنة موجبة، اللي هو من هو؟ الكربون. يقصد بي الكربون اللي يحمل شحنة موجبة. تمام؟ هسه عرفنا شنو الآسرة البول البولار بوند. الآسرة القطبية هي عبارة عن جزئين، جزء موجب وجزء سالب. الجزء الموجب اللي جاي من ذرة الكربون الحاملة شحنة جزئية موجبة صغيرة، والنيوكلوفايل اللي هو الذرات اللي تحوي على اللون بير، الذرات اللي تحوي على اللون بير. ويكون فرق عندها بيش بالالكترونيجاتيفيتي. واضح؟ زين، هسه نيجي على preparation method of alkyl halide. هاي آخر في يعني هذا آخر شيء راح نشرحه إن شاء الله، اللي هي طرق تحضير هاليدات الألكيل. سبع طرق عندكم تحفظوهن تجيكم بالامتحان، يعني حاولوا تركزون. راح أجيب لكم هواي شغلات على هذه على هذا الشابتر إن شاء الله، فحاولوا تركزون عليه. أول شيء direct halogenation of alkanes. اثنين addition of hydrogen halide to alkene and alkynes. أنا ما أجيب شرح ماما، أنتوا شفتوا الأسئلة، نمط الأسئلة ما بيشرح وإنما فهم. كرار ابني، حاولوا تفهمون المادة بحيث أنتوا من يجيكم MCQ أنتوا يعني فاهمين المادة تعرفون تجاوبون، وهي الاختيارات موجودة أمامكم. وما يجن تعداد، لا ماما ما يجن تعداد، ما عندي شرح أنا، مجرد أنه أنا أريد فكرة تفاعل أو شيء مثل ما علمتكم، نفس نمط الأسئلة اللي إجاكم. أيضا راح يكون MCQ أو true or false أو فراغات، وبالإضافة إلى ميكانيزم، وتجيكم معادلات نفس النمط بس شوية شدوا حيلكم. نجي هنا، وإذا عندكم أي أسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم أنا كل مداومته، لأن باشر عندنا مؤتمر وعقبة أيضا مؤتمر، فما راح أكون متواجدة. بس الأسبوع الجاي إن شاء الله الأحد الحد يعني كل الأسبوع أي وقت تجون إن شاء الله أنا موجودة، تدللون بعيني بس أريدكم تقرون. نكمل ماما. Direct halogenation of alkanes, addition of hydrogen halide to alkenes and alkynes, action of hydrogen halides on alcohol, action of phosphorus halide on alcohol, action of thionyl chloride on alcohol, halogen exchange و Hans-Dieker reaction. هسه راح نجي نشوف reaction. انتبهوا علي. Halogenation of alkan. هذا طبعا انطيتكم اياه اني بالالكان، وجبت اني بالامتحان جبت لكم الكان تفاعل Cl2. طبعا الأجوبة حدث بلا حرج، هذا أني معطيتكم إياه، فقط جبت لكم هنا مكان الميثان جبت لكم إيثان. مجرد أنه تشيلون ذرة هيدروجين تستبدلوها بكلور وتخلون ال HCl كناتج وياها. طبعا شو مسوين؟ ايش مخربطين؟ مسوي لي سلسله تفاعلات، كل ساعه حاطي لي سهم وسي ال2 وتحطوا لي تنقصوا لي ذره هيدروجين، كل ساعه سي ال2. اني ما اريد هيجي ماما، سؤالي واضح انه اني الالكان ويا اي هالوجين بوجود اليو في لايت راح احصل على مثل كلورايد بالاضافه الى اتش سي ال. ممكن انه اني اغيره، ممكن انه اني استبدل الهالوجين هنا هذا الكلور اخلي مثلا بروم، اخلي فلور، اخلي يود. طبعا بدرجه حراره 300 سنتيغري راح ينتج لي اني كاتبه اذا اضفت Cl2، مو انتم تضيفون بكيفكم، انا اضفت مره واحده Cl2 ما قالت لكم اكسس ماما. صح اني كاتبه بالملزم بس انا ما كاتبه لكم زياده، اكتفوا باللي اني انطي. زين، to yield methyl chloride or ايش حالك كتبته كله، مو مشكله اني ما حاسبتكم عليه، ما حاسبتكم ماما، بس مرت الثانيه انتبهوا على السؤال شنو اقصد به. نرجع to yield methyl chloride or chloromethan and hydrogen chloride. تمام، هذا اذا تفاعل واضح. كل ما اجيب لكم الكان ويا Cl2 بوجود اليو في لايت
خطوة واحدة ما أريد، إذا أنا جايبت لكم وقصدي غير سؤال، لا تكملي الخطوات كلها، لكن إذا خطوة واحدة أريد بس تعطيني هذا الناتج، تشيلي ذرة هيدروجين واحدة، تخلي مكانها أي هالوجين أنا منطيتك هي زيادة، بالإضافة إلى الحامض الهالوجين اللي راح يطلع لي هو HI يمكن HBR HF حسب نوع الهالوجين اللي أنا منطيته. هذا التفاعل الأول. التفاعل الثاني، الرياكشن الثاني Addition of هيدروجين هالايدز، إضافة هالوجين هالايدز. شخصد العفو هيدروجين هالايدز شخصد به، أنا عندي الكين، تعرفون الالكين هو عبارة عن عصرة مزدوجة، مثل هنا عندنا الإثيلين، عندما يتفاعل ويا حامض ال HBr أو ال HF أو ال HI إيش راح أحصل؟ راح طبعا هذه الإضافة حسب قاعدة منو أنا شرحت لكم إياها، حسب قاعدة منو يا قاعدة؟ أريد بالله أحد يعرف يكتب لي بالتعليق. ماركونيكوف. بالضبط، عاشت إيدك كرار ماما. حسب قاعدة ماركونيكوف الإضافة. أيضا هذا حتى لا تقولون، هذا أيضا شرحت لكم إياه بالمحاضرة الإلكانات، راح أحصل على الكل هلايد. هنا أنا أيضا اثنين بيوتين ويا ال HBr أيضا حصلت على اثنين برومو بيوتان. هذا ما بيجي شيء سهل وواضح. هنا نجي على التفاعل الثالث، action of halogen acid on الكحول. الكحولز react with HBr or HI to produce alkyl bromides or alkyl halides. قبل شوية احنا اخذنا الكين ضفنا له الحامض حصلنا على هاليد الالكيل. هنا انا ما راح اخذ الكين، راح اخذ كحول اللي هو CH3CH2OH. هذه كحولات اثل الكحول، اثل مجموعة اثل مرتبطة بالكحول. كل ROH هو عبارة عن كحول، ROH عبارة عن كحول. لكن انتبهوا علي يا ماما، إذا ارتبطت حلقة بنزين بOH ما نعتبره كحول، نعتبره فينول. ميزوا، إذا ارتبطت OH حلقة بنزين نعتبرها فينول، لكن إذا ارتبطت OH بR جروب اللي هو الكل نعتبرها كحول. فتفاعل الكحول ويا ال HBr راح أحصل على أيضاً هاليد الكيل بالإضافة لجزيئة ما. تنطينا المتفاعلات وننطي النواتج. أي أعطيكم المتفاعلات وتعطوني النواتج، أو أعطيكم الناتج واحد من المتفاعلات وأقولكم شنو المتفاعل الثاني. يعني ممكن أعطيكم هنا الكحول زائداً علامة استفهام سهم ينطيني أثيل برومايد وH2O، فأنت راح تقول لي شنو هنا؟ تمام؟ أو ممكن إنه أنطيك HBr بس أنا ما أنطيك الكحول، راح أسوي لك اختيارات، أقول لك شنو اللي يتفاعل ويا HBr ونحصل على الكل هالايد، يتفاعل الكحول لو يتفاعل الألكين، هذا أنتوا راح تحددوا لي. زين نجي هنا ال HBr، طبعا اثنيناتهم يتفاعلون بالمناسبة بالسؤال اللي سألته قبل، راح أرجع أعيد، عندي هنا كحول وعندي هنا HBr. ممكن أجيب لكم إنه ال HBr سهم وأقولكم ينطيني الكل هلايد، شنو المتفاعلات اللي تتفاعل ويا ال HBr حتى أحصل على الكل هلايد؟ عندي نوعين، اللي هو يا إما يكون كحول أحصل على الكل هلايد، أو الكين أيضا أحصل على الكل هلايد. لكن شنو الاختلاف انتبهوا عليه هنا؟ ويا الكين ما عندي ناتج ثاني، لكن ويا الكحول، عفوا ويا الكحول ايش راح احصل؟ على جزيئة ماء. فانتبهوا زين، يعني ممكن انه اجيب لكم الناتج هذا، اها بالضبط عندنا ماي هنا، عافيه فاطمه، بس هناك بالالكين ما عندي فقط ناتج واحد اللي هو الالكل هلايد. شلون دا يصير هنا التفاعل؟ انتبهوا علي هنا التفاعل الميكانيزم شنو اقصد؟ عاده ال HBr هو مين جاي؟ اسيد من بوزيتيف هيدروجين، احنا دا نريد نعين الحامض هو H plus وعندنا Br minus. نعم مطلوبة رانيا، تبهوا علي ماما هنا شوية. هنا أنا عندي ال HBr من يتفكك راح يكون عندي H plus و Br minus. ال H plus طبعا هذا السهم بالعكس، رجاء طلاب شوية انتبهوا، شوية حاسبتي تخربط فما قدر تعدل السهم. هذا الـ OH هو ليش؟ لأنه النيكلوفايل، النيكلوفايل يعتبر هو اللي يهاجم الإلكتروفايل، قلنا أي ذرة تحمل شحنة موجبة هي إلكتروفايل،
وكل اللي يحمل شحنة سالبة هو النيوكليوفايل، فهذا الـ OH راح يروح ياخذ منه، راح ياخذ الـ H ويطلع على شكل جزيئة ماء. أجي هنا أباوع من هذا الـ OH كله غادر وأخذ الشحنة السالبة، إذا هنا صار عندي positive charge، شحنة موجبة، لأن فقد آصرة، فهنا صارت شحنة موجبة. منو اللي راح يغطي المكان؟ عندي هنا منو؟ النيوكليوفايل اللي هو البروم، راح يجي ويهاجم البوزيتيف تشارج ويتحول الى الكل هالايد اللي هو اثيل بروميد، اضافه الى جزيئه الماء، جزيئه الماء اللي هي بالبدايه من انا تحررت. النيوكليوفايل الاو اتش هاجم الالكتروفايل الاتش وحصلنا على جزيئه ماء. انتبهوا، هذا السهم بالعكس، هذا اللي يهاجم هذا، عاده النيوكليوفايل هو اللي يروح يهاجم الالكتروفايل، تمام؟ لان هو عنده شحنه، عنده الكترون، فهو اللي يروح يتعنى على مود يخلي الكتروناته بمكان فارغ. الشحنه الموجبه هي عباره عن مكان فارغ، فحتى يخلي الكتروناته يحافظ عليها فهو اللي يروح يهاجم، تمام؟ هو يدور على بيت، على سكن حتى يستقر، فدائما الشحنه السالبه هي اللي تهاجم. واضح؟ زين، نيجي هنا اكشن اوف فوسفوروز هالايد اون الكحول. مستقبل بالضبط. زين، نيجي هنا الكحول رياكت